أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول الصلاة خير من النوم في أذان صلاة الفجر؟ نعم، هذا سنة، هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا، لكن تقال عند طلوع الفجر، ما تقال في الأذان الأول أو الأذان الذي قبل الفجر، ما تقال فيه لئلا يغر الناس يصلون يظنون الفجر قد طلع، وإنما تقال هذه في الأذان الذي هو عند طلوع الفجر، من أجل أن يصلي من يريد الصلاة من المرضى ومن النساء في البيوت، ويتوجه الأصحى من الرجال إلى المساجد، يعرفون أن الفجر قد طلع فيتوجهون إلى المساجد. نعم.